عليكم ورحمة الله. أنا دكتورة لما كريم، طبيبة اختصاص طب المجتمع. أنتوا العام يمكن ما شايفيني ما تتذكروني، لأن كنت مجازة. إن شاء الله راح أكون وياكم اليوم بهاي المحاضرة، و بالعملي إن شاء الله بالأسبوع الجاي راح نتشاور بإذن الله. محاضرتنا اليوم محاضرة الحقيقة هي ممتعة، أنا أشوفها من المحاضرات المفيدة والمهمة جداً، اللي هي الابيديميك والميديان اندميك اندكس. بصراحة كل شغل الكوميونتي ميديسن هو هذا الكور مالته، هو الابيديميك، ومثل ما تشوفون الكوفيد 19 شلون مسيطر على الاجواء. شغل الكوميونتي ميديسن والبابليك هيلث سبيشالست يتركز في الوبائيات، في ايجاد الوباء، في محاربة الوباء، في تعريف الوباء، أصلاً إنه شلون راح يعرف هذا وباء لو مو وباء. اليوم راح نتعرف بهذه التفاصيل، وإن شاء الله تكون محاضرة informative وقصيرة وممتعة. By the end of this lecture, you student will be able to define the median endemic index and identify its uses, define an outbreak, endemic, epidemic, وتميز بين هذول المصطلحات شنو، ونميز بين الإبيديميك كيرف وشنو الاستخدامات مالته والأنواع. What is median endemic index؟ أول شيء إحنا إذا عدنا يعني مرض معين موجود، فإحنا نحتاج نعرف هل إنه هذا ال occurrence of this infection or this disease هو normal لو هو زايد. شنو ناخذ خطوات ونشوف5 years this average was the endemic index. It's arrived by taking into account both the abnormally high and the abnormally low. يعني مرات cases بالعكس تقل عن الواقع ولازم احنا نضوء مثل هنا ومن اللي ناقص. هذا الموضوع راح نحكي فيه بالتفاصيل ان شاء الله بالعمليه يوم الاحد، ونحكي وشلون نرسم الكورس. أكيد كلكم سمعتوا بمناعة القطيع بهاي الفترة. شنو يعني مناعة القطيع؟ لما نجي إحنا مثلا مثل هسه إحنا عندنا اللي كوفيد 19 أو كوفيد 20 مثل ما صار لكم يوم طلع، إحنا نحاول نوصل إلى نقطة إنه أكثر الناس يكونون مصابين، فيوقف الفيروس بيناتهم، فراح يكون الإنسان اللي هو بالوسط اللي يمه يا أما مصاب وماخذ إميونيتي يا أما ملقح وماخذ إميونيتي، فبالتالي ماكو مصدر لنقل هذا الفيروس. هذا ببساطة الـ principle of herd immunity اللي هو التارجت مال الـ vaccination. Resistance of a group to an attack by a disease to which a large proportion of members of the group are immune. يعني immunized individuals provide indirect protection to susceptible individuals اللي هم unvaccinated or partially vaccinated. يعني لما أنا أخذ اللقاح لمرض معين سواء هسه الكوفيد أو الميزلز أو البوليو أو أي infectious disease، فأني مو بس دا أحمي نفسي أو أحمي أطفالي، أنا دا أحمي the whole community، لأنه راح أوقف ال chain of transmission of infection between others. But herd immunity ما نقدر نطبقها ويا كل الانفكشن، نحتاج انه احنا يعني تكون موجودة شروط معينة حتى الكل يقدر يحصل على الهيرد immunity. طلاب انتو جميعا دا تسمعوني مو، يا ريت تكتبوا لي اذا وياي. دكتورة بلا زحمة، بس الصوت مالش دي قطع حيل، الصوت مالش دي قطع حيل دكتورة. إذا موجودين وياي يا ريت تكتبوا لي بدون زحمة عليكم، اللي موجود
أو ترفعوا لي raise your hand أو ترى تفتحوا المايك وتحجون، ما أنا أسمع صوتكم. هو اصلا مسوي كيتن، يعني ماذا تسمعين انت؟ ما جاي تسمعني. يقطع الصوت، ما تسمعوني؟ ألو، دكتورة والعباس والكعبة مسوية كتيم، يابا بس وقت الكتيم. حشتيتكم، شكرا جزيلا على الفيدباك، شكرا جزيلا. زين، نرجع للبرزنتيشن مالتنا. الهيرد اميونيتي حتى يتحقق نحتاج إلى شروط معينة، يعني الـ agent must be restricted to a single species. يعني أنا ما أقدر أسوي herd immunity وأني عندي مثلاً avian flu اللي هو بين الإنسان والحيوان، أو zoonotic disease، هذه كلها إحنا العام درسناها بصف ثالث يعني إذا تذكرون. أوكي، أو مثلاً فد مرض يعني بعدني ما أعرف الـ mechanism of action مالته أو الـ natural history، ما أقدر أسوي هذا الشيء إذا ما يكون هذا الـ agent هو restricted للهيومن، او اذا اريد اسوي هيرد اميونيتي بالانيمالز لازم يكون ريستريكتد تو انيمالز وهكذا. الشرط الثاني انه الانفكشن ماست بي انديوس سوليد اميونيتي، يعني لما اني يصير عندي الفلو العاديه ما تنطيني بروتكشن للسنه كامله او فور لايف، بس مثلا الميزلز عاده لما ياخذوا لها فاكسين او الشخص يصاب بها بعدها هي راح تعطي اميونيتي، يعني يعني حسب الدراسات فور لايف. اكو مرات يقول ورا كم سنه يصير وينينج بالاميونيتي، فممكن واحد يرجع ينصاب مثل المامبس ايضا. بس على العموم الانفكشن او الفاكسين ينطي جود سوليد اميونيتي، فممكن احقق بيه الهيرد اميونيتي. الشرط الثالث هو الراندوم ميكسينج اوف انفكتد بيرسون ان ا بوبوليشن، يعني لما اني انطي الفاكسين او الانفكشن مثل ما هسه دا يصير اكو ميكسينج حتى الفيروس ينتقل بين الناس، الكل يصير عندهم اميونيتي والكل بعدين خلاص اللي ما مصاب بعد ما يجي، يعني لانه الكل صار عندهم اميونيتي. وكذلك الفاكسين، انه الكل فاكسينيتد وصار ميكسينج، فخلاص اللي اخذ الاميونيتي اخذها واللي بقى بالوسط ويا الميكسينج اخذها من عندهم. فهاي شروط الهيرد اميونيتي كلش مهمة، اتمنى تركزون عليها. زين، بالانفكشيوس ديزيز عندنا مصطلح مهم هو الانكيوبيشن بيريد، هذه هواية تسمعوها هسه، راح تاخذوها بالمديسن هواية، راح تاخذوها بالانفكشيوس ديزيز هواية. بس شنو معناها؟ اكو من وقت ما الانسان يستلم الانفكشن من اي احد من او الايجنت يدخل الجسم، اكو فترة يبقى بيها الى ان تظهر عليه الاعراض. هاي الفترة هي الانكيوبيشن بيريد. ليش مهمة هاي الفترة؟ لأنه بهاي الفترة هو يكون انفكتيف وهو ما عنده أعراض، فكلش مهمة. It is the interval from recipient of infection to the time of onset of a clinical illness. It reflects the time needed for the pathogen to replicate sufficiently to reach the critical mass needed for a clinical disease to result. مثل ما تشوفون هذا الشكل، هذا جراف يبين لنا الكيسز، هذه من أول كيس تظهر عندنا إلى منتصف الكيسات، هذه average incubation period. بعدين عندنا المينيموم incubation period من آخر كيس ظهرت قبل ظهور الكيسات إلى البداية، هاي الفترة هاي مينيموم. وعندنا الماكسيمم من أول كيس إلى آخر كيس، هاي كلها ممكن تكون incubation period، يعني إلى آخر واحد يطلع لنا أعراض من أول المرض، فهاي كلها نقدر نعتبرها. لذلك دائماً incubation period هي range، ما حد يقدر يقول incubation period هي 3 أيام أو هي 5 ساعات أو هي شهر، لا، عادة هي range لأنه أكو minimum وأكو maximum. What is the factor influencing the length of incubation period? عندنا هواية factors اللي هي تأثر على وجود على طولها أو نقصانها أو ظهورها أو إنه هي تكون very rapid. مثلاً type of infective agent، مثلاً الإنفلونزا
كلش قصيرة، يعني أنت أول ما تلتقي بواحد عنده إنفلونزا أنت ممكن بنفس اليوم أو ثاني يوم تبدي عندك الأعراض، لأنه الإنفكتيف إيجنت فيريولنت. وهذه المصطلحات أيضا أخذتوها وإن شاء الله راح نعيدها بهذا الكورس. The site of infection عادة respiratory entry هو أسرع شيء تطلع به الأعراض، والسكين أيضا. زين، the dose of the infectious agent مثل ما لاحظتوا أو يعني سمعتوا أنه الأطباء كانوا أكثر ناس تعرضوا للعدوى كوفيد 19 بالمستشفيات. ليش؟ لأنه يحصلون viral load كلش عالي من المرضى، فالدوز تأثر، الانفايرمنت كلش تأثر. بينما مثلا إذا شخص قاعد بالبيت أو شخص الميكسينج مالته أو ماخذ بروتكشن راح يكون الدوز أوف ذا ايجنت very minimum، فحتى من يصير عنده الأعراض تكون بسيطة، تكون ممكن يعني ان apparent، ممكن يعني تكون دكتورة بس صغير والطيب، مو مثل اللي ماخذ very دكتورة. high dose of the agent. وآخر شيء الهوست status، مثلا الشباب اللي الاميونيتي مالتهم زينة، الأطفال كلهم شفناهم يعني الحمد لله أمورهم كانت زينة ويا الكوفيد لأنه مناعتهم كانت جيدة، ما عندهم كرونيك ديزيز. بينما الخوف كان على كبار السن لأنه هم عادة الاميونيتي مالتهم قليلة، واللي عندهم كرونيك ديزيز واللي عندهم اللي هم اميون كومبرومايز كلهم كانوا في خطر. لذلك هذه الفاكتورز كلها تحدد لنا severity of the disease and the length of incubation period. زين، نجي على هاي المصطلحات اللي هي جدا مهمة، اللي تقريبا هي the core of this lecture and the epidemiology in general. What is endemic؟ مرات نسأل مثلا يقولون الأمراض المستوطنة، مثلا الأمراض اللي موجودة يعني هاي عايشة ويانا دائما، إحنا عندنا ناس مصابين بالتدرن، دائما عندنا ناس مصابين بالكوليرا، دائما عندنا ناس مصابين بالشستوسومياسيس. ليش؟ لأنه هاي من الأمراض اللي هي عندنا endemic usual occurrence of the disease in a certain geographic area. بالعراق التدرن منذ الأزل هو عندنا إحنا مستوطن الشستوسومياسيس، اوكي. حبه بغداد الشستوسومياسيس تذكرون اذا انتم يعني شايفين اهلكم او اجدادكم كلهم كان عندهم هاي الحبه اللي على خدهم لانه مستوطنه. هذا يوجوال اوكيرنس، يعني كل سنه تجي الاحصائيات نفس الارقام مقاربه، شويه بلس شويه ماينس، هذا اندميك. زين، لما يصير فجاه زياده بعدد الكيسز، هو هذا اللي جذب انتباههم أول شيء من بداية الكوفيد 19 إن ووهان. فجأة قام يزيد عدد الكيسز of signs of influenza مثلا أو signs of systemic disease، بس ما يعرفوا شنو، فقرروا أنه هذا مو usual occurrence of the disease بهذا السيزن، فقرروا أنه هذا outbreak. هسا نشوف شنو الفرق. زين، فالإندميك هو the habitual presence, the usual occurrence of a disease within a given geographical area مثل الـ TB in Iraq مثل ما قلنا. الإبيدميك هو the occurrence of an infection in excess of normal expectancy in a community or a region. فإحنا دائما متوقعين أنه أكو عدد معين كل سنة يجينا بالإحصائيات، بس فجأة قامت المستشفيات تستقبل عدد أكبر مثلا من الميزلز. هذا الشتاء كان أكو عندنا عدد أكبر من الدياريا بالمستشفيات بالأطفال، فكان outbreak of rotavirus. أوكي، نيجي على الباندميك اللي هو worldwide epidemic مثل ما صار بالكوفيد 19 اللي هي اسمها الجائحة. لما هذا الإبيدميك يزداد يطلع عن حدود geographical area معينة ويصير worldwide، هذا صار باندميك. مثل ما نوضح لنا هاي الصورة، هذا الإندميك هذا أكو ديزيز معين موجود في كل مكان، أوكي، وكل سنة يطلع نفس هذا الديستريبيوشن. لما صار إبيدميك صار بمنطقة معينة، دولة معينة أو فد قارة أو ريجن، جيوغرافيكال ريجن، زاد عدد هذا المرض، بس بعدنا بنفس هذا الريجن ما زاد عدنا عن حده. بعدين صار بانديميك، صار worldwide كل مكان صار عندنا هذا الانفكشن.
زين. What is the outbreak? It's an epidemic. أكو يعني هذول two synonyms, بس ال outbreak نقدر نقول عنه إنه هو أصغر geographically من الإبيديميك. لما ال outbreak يصير بمنطقة, مثلا إحنا كنا نداوم بأبو غريب, صار عندهم outbreak of diarrhea بس منطقة أبو غريب, فهي ما أقول عليها إبيديميك لأنه مدى تشمل كل الكونتري أوكي, ولا تشمل كل بغداد, تشمل منطقة محددة. صار عندهم outbreak of diarrhea, بعدين كل الكيسز جت تقريبا 50 كيس باليوم كلهم diarrhea adult و pediatrics. لما رحنا قدمنا احنا طلب للقطاع, وبعدين القطاع راح للبلدية والبلدية حققوا بالموضوع, طلع المصدر مال المي مالتهم ياخذونهم من مكان واحد, تانكي واحد طرح كله ملوث وصاير بيه يعني طحالب وهالاشياء, فكلهم ياخذون من مكان واحد كلهم صار بيهم دياري. هذا اسمه اوت بريك, فيحتاج الى تدخل سريع, وهو sudden increase in the number of cases of a disease in a certain population. The cases are limited, هذه كلش مهمه يا ريت تركزون عليها, are limited to people who share the common exposure, مثل ما قلنا ومثل ما صار بالبصرة قبل كم سنة إذا تتذكرون نفس الكيس. زين, what is epidemic curve اللي هسه شفنا الصور مالته وراح نرجع نشوفها. It is a graphical presentation of the number of cases of illness by the date of illness onset. The epidemic curve is a histogram representing one population. من المهم أن نعرف أنه لما يصير عندنا عدد من الكيسز لازم نيجي نرسمها على جراف. هذا الجراف بي اكس اكسس وبي واي اكسس, هذا الواي وهذا الاكس اكسس. حتى نرسم هذا الكيرف حتى نعرف أنه الكيسز منين بدت وين وصلت وش وقت زادت وش وقت قلت وش وقت راح نخلي الانكيبيشن بيريد, لازم نخلي أشياء محددة أساسية موجودة بالكيرف. يعني الواي اكسس بي نمبر اوف كيسز, اجي اخليها رفلي 1 10 100 1000 10000, بعدين اني اكوردنجلي ابدي اتحكم بالوحدات. الاكس اكسس هو الانترفال, اذا اني الديزيز اعرفه راح اخلي الكارتر 4 5 0 10 20 30 40 دايز او مانز او ممكن اورز. اذا هو مثلا الكوفيد 19 مثلا بالاورز كم يزاد, فهو عاده 1 سكوير من هذا السكوير الصغير يساوي 1 كيس. فابدي بدات الكيسز صعدت 1 10 بعدين صار فلاتنينج بالكيرف بعدين صار سادن ريز. هذا الكيرف يمثل سبين وهذا يمثل ايطالي اللي ب 2020 مثل ما سمعنا كلنا شلون زادت الكيسز very rapid. هذا ديت أز 10/3/2020 أوكي, اللي هو الوقت اللي كانت بيه الكيسات كلش زايدة إيطاليا وإسبانيا. وهذا هو الإبيديميك كيرف اللي نشوفه دائما بالأخبار, تشوفوها سيدا طلعون على جوجل كله موجود. زين, شنو مكونات هذا الكيرف؟ بي ستارت بي إند وبي ديوريشنز, هاي كلها محسوبة, هاي الديوريشنز. بي بيك, هاي بيك أعلى شيء ممكن يسجله, هذا بيك. وبي أوتلايرز اللي هم الكيسز اللي موجودة سكاترينج بالنهاية وبالبداية, هذول هسه نحكي عنهم. شنو epidemic curve؟ مهم لأنه ينطينا information according to its characteristic, راح نبدأ نحكيهن واحدة واحدة. according to its pattern of spread ممكن نقسم الoutbreak أو الإبيديميك إلى ثلاث أقسام حسب source مال infection مالته. مثلا common source, point source, propagated source. يعني شنو؟ point source outbreak يعني صار مثل المثال مالتنا food poisoning, كل الموجودين اللي صار عندهم الأعراض أخذوا من مكان واحد وفجأة ارتفع عدد الكيسز وبعدين كلهم صاروا زينين ونزل. هاي sharp upward slope and gradual downward. The period of exposure is brief. لحظة, هاي كلها incubation period صغيرة لأنه تعرضوا بنفس الوقت هم كلهم إلى مصدر واحد وبعدين صعد البيك ونزل.
فهذا point source outbreak. common source outbreak يكون gradual increase بالcases وتصير continuous or intermittent. تجينا الكيسز مالته فمرة يصعد البيك بعدين نشوفه صار أعلى 100 كيسز بعدين صحت صار 300 بعدين وصل البيك 450 مع جراجوال قام ينزل. هذا regular peaks reflect the timing and extent of exposure. يعني هو ممكن ذولا تعرضوا بعدين جو غير ناس تعرضوا أخذوا دوز أكبر بعدين غير ناس ماي بعدين غير ناس بجون وغير ناس نزلت الكيسز. هذا لأنه أكو continuous infection. مثال على ذلك هو الميزلز. يعني مو تعرضوا كلهم وخلص راح السورس اوف انفكشن، لا اكو الانفكشن مستمره. عندنا propagated outbreak هذا يصير spread from person to person، يعني يبقى الوباء موجود كل ما يعني تصعد بيك ترجع مره ثانيه تنزل وترجع تصعد تنزل وترجع تصعد وهكذا، لانه اكو موجود السورس اوف انفكشن مستمر فيصير duration very long. وممكن يكون عنده multiple waves مثل الكوليرا outbreak يصير وبعدين يرجع مرة ثانية يصير وبعدين مرة ثالثة يصير فيصير propagated outbreak. زين what is the magnitude of the outbreak or of the curve؟ راح ينطينا additional information. يعني ممكن نقسم هذا ال curve حسب الجندر وحسب الايج فراح يصير عندنا هواية معلومات. يعني نفسه هذا الوباء نفسه هذا الكيرف راح أسوي واحد للميل واحد للفيميل واحد للأطفال واحد للكبار وهكذا راح يصير عندي تقسيم حسب الأيج. أوكي ويا يا طلاب please raise your hand if you still there. عاشت إيدكم اسمعوني وياي الجروب الثاني please raise your hand. زين تمام The date of the illness onset of the first case هنا أنا راح نحدده راح نقول فبروري كان أول case طلعت لنا بهذا الـ outbreak اللي إحنا دا نسويه لهذا الـ presentation. Date when the outbreak peaks راح نقول جولاي كان عندنا البيك اللي هو بـ 450 case. When the illness last راح نقول في 1st of November لأنه خلص الوباء وبعدين صار flattening وصار zero. اوكي بعدين عندنا الاوتلايرز مثل ما شرحنا عنهم مرات تطلع لنا كيسز بالبدايه وبالنهايه ما لها علاقه بالبيك مثل يعني تجي هنا نلقى عندنا كيس هنا او نلقى عندنا كيس هنا. اوكي مثلا هذول يعني الوباء صار بيك رجع صار بيك رجع صار بعدين اكو كيسات بالاخير تجي او بالبدايه واحد هيك ما له علاقه مثل لما نصعد طلعت الكيس مال كوفيد 19 واكو ناس قالوا احنا من شهر العاشر طلع عندنا الوباء فهذه اوتلايرز. دول شنو؟ اول شيء لازم نشوف انه هذا وجود هاي الكيسات هو مو بسبب خطا due to coding or data entry error. يعني مثلا هو السيمبتومز طالع عنده من زمان بس هو ما يعرف التاريخ وهو اجى بعدين قال اني من زمان كانت عندي فاحنا الخطا يعني بالكودينج او بالداتا انتري مو خطا فعليا بس اذا ماكو ايرور فذس مي بي بريزنت ذس الاوتلايرز اللي موجودين باطراف الكيرف دول شنو ممكن يمثلون؟ ممكن يكونون الاوت بريك سورس. يعني ممكن احنا ما ندري احنا مسجلين مسوين كيرف بس هو السورس كان منا من البدايه بس احنا ما كنا مسجلين. اوكي ممكن يكون case exposed earlier than the other يعني كلهم تعرضوا الفود بويزنينج مثلا من مطعم معين بس هذا ماكل قبلهم بيوم يومين زين فطلعت عنده الاعراض قبل بعدين ذول جو المجموعه كلهم اخذوا الاكل فهذا راح يكون هو متعرض قبلهم. ممكن يكون unrelated case يعني واحد ما له علاقه يعني هو كان صارت عنده الاعراض
ما لها علاقة وطاب هو not related to this outbreak. أو ممكن ذول اللي outliers اللي بالأخير هم تعرضوا للمصدر آخر شيء ورا ما خلاص الكيرف خلاص الأوتبريك هم تعرضوا هنا للمصدر. وممكن case with a maximum incubation period، يعني هو تعرض وياهم للإكسبوجر بس ما طلعت عنده الأعراض إلى الأخير، فصار هو بالأوتلايرز بالأخير. هاي النقاط أيضا مهمة، يا ريت تخلوها ببالكم. What's the period of exposure and incubation period of the outbreak? If the timing of exposure is known, the curve can be used to estimate the incubation period of the disease. فإحنا مثلا نعرف شو وقت تعرضوا للإكسبوجر، فراح نستخدم الكيرف حتى نسوي تقريبيا ايش قد الانكيوبيشن بيريد، مثل ما صار بالكوفيد بالبدايه ما كان معروف هو ايش قد الانكيوبيشن، بعدين من بدينا نرسم الكيرف ونخلي الكيسز ونشوف الديوريشن بتوين ذا كيسز قدرنا ان تقريبيا نسوي رينج للانكيوبيشن بيريد. اذا if the time between the exposure and the peak represent the median incubation period، مثل ما قلنا هذه الميديان between the exposure، هاي الأفرج اللي هي الميديان مثل ما قلنا. The time from the onset of the peak backward to the earliest case، هذه المينيموم. The onset إلى هنا هذه سميناها المينيموم incubation period، وعندنا الماكسيموم incubation period اللي هي من أول case إلى آخر case، هذه صارت ماكسيموم. Okay. Both of them represent probable incubation period. فأي من أجي أقول incubation period of this disease راح أقول من 22/9 إلى 17/10، يعني تقريبا شهرين. راح أنطي الرينج مالتها 22/9 إلى 20/10 هو شهر، إلى 11/7 هو شهرين، فراح أقول من شهر إلى شهرين من المينيموم إلى الماكسيموم هذه incubation period probable of this illness. How could we construct an epidemic curve? أول شيء plot the number reported on the y-axis مثل ما قلنا. هذا ال y نخلي number 0, 5, 10، بعدين أبدي أزيد حسب العدد اللي دا يجي. زين. The time and the date on the axis، ال x أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، أخلي الأيام 1, 7, 18. أول شيء رفلي، يعني ذاني مدى أعرف شنو، أخلي أقسمه حسب الانكيوبيشن بيريد، كل وحدة هي ربع الانكيوبيشن بيريد، هذه المأخوذ يعني دائما معتمدة. أوكي، هسا خليت هنا التواريخ وهنا النمبر، هذا دائما إحنا هنا عندنا فريكونسي. أجي أخلي الكيسز يونت يوجوالي 1 quarter the length of the incubation period. The day of illness is the best unit of x-axis، يعني احنا عادة نختار يوم، خلي ايام 1 7 18 واقسمها واجي اخلي الكيسات بيوم ال 6 من شهر نوفمبر صار عندي هلقد كيسات، اخلي هناك 6، بيوم ال 18 هلقد صار كيسز، بعدين تبدي تزيد يوم 30 زادت، زين يوم 6 قلت، 18 24 ديسمبر زادت، وهكذا، وهذا العدد كله زاد تصعد، هذه كلها مربعات صعودا. اوكي، if the incubation period not known نخلي several curve، كل ما تجينا كيسات جديده نخلي لها كيرف منفصل الى ان نوصل الى فتشي مرتب يجمعها كلها. إذا very short ناخد time unit of hours مثل الكوفيد، يعني إحنا باليوم الواحد كم كيسات تزداد وتقل تزداد وتقل per hour، فممكن اليونت مالتنا تكون بالساعات. إذا very long هي مثلا الرايبيز هذه تكون بالأشهر، فناخد curve sorry طويل مثل ما نشوف، كل ما تجينا كيسات نسجلها، بعدين هذا صار هيستوغرام إذا تذكرون العام خفتوا، راح نرجع إن شاء الله نراجعها بالعملية الأحد، فنرسم بعدين الكيرف راح نشوف شلون صعد وشلون نزل
ومجرد البرزنتيشن مالته مال شكله راح يعطينا فكرة عنه. هذه الكيسز مربع الأبيض مفهومة وين صعدته، فود هاندلر كيس هذا جراف اوف فود بويزنينج بالأسود، هذول اللي هم الهاندلرز هذه أذتهم، والسكندري كيسز اللي هم أخذوا الانفكشن من دول الكيسز هذا سيلف بريزنتينج اكسبلينتري من نشوفه نفتهمه ونكتب العنوان مال التجوال وبالتاريخ وبالمكان. اوكي، ثانك يو فيري ماتش.